تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أقيم صباح اليوم حفل جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في الدورة 23 لعام 2023. تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أقيم صباح اليوم حفل جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في الدورة 23/2023، وذلك بقصر بيان. ووصل سموه رعاه الله إلى مكان الحفل، حيث استقبل بكل حفوة وترحيب من قبل رئيس مجلس أمناء الجائزة الشيخ عايدة سالم العلي الصباح وسادة أعضاء اللجنة المنظمة العليا. وتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بتدشين النسخة الجديدة من مشروع مؤشر المعلوماتية. هذا وألقت رئيس مجلس أمناء الجائزة كلمة هذا نصها: حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه، الضيوف الكرام، أقف أمام سموكم اليوم لاستبصار المشهد الحضاري من حولنا في عصر الخوارزميات وتدفق المعلومات، إذ نجد أنفسنا على شفا تحول كبير تغلغلت فيه التكنولوجيا الرقمية، فأحدثت طفرة هائلة وضعتنا أمام مسؤولية سد الفجوة التقنية وصون الخصوصية. وحيث نقف على أعتاب هذا المنعطف، دعونا نتذكر أننا مهندسو مصيرنا الرقمي، فلنصممه بحكمة ونبنيه باقتدار. كما ألقى محافظ مصرف البحرين المركزي خالد إبراهيم حميدان كلمة بمناسبة منح مصرف البحرين المركزي على وسام المعلوماتية، هذا نصها: وإنه لمن دواعي سروري أن أستلم من سموكم حفظكم الله وسام المعلوماتية نيابة عن مصرف البحرين المركزي، فهذه الجائزة المرموقة جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح المعلوماتية تمثل اعترافا بجهود الذي بذلت في مجال التحول الرقمي، وتعد حافزا لمواصلة مسيرة المصرف وإنجازا يضاف إلى سلسلة إنجازات قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين على الصعيد الإقليمي والدولي في العهد الزاهر لحضرة صاحب السمو صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. هذا وقد تفضل سمو حفظه الله بتكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية من الجهات والأفراد، وتم تقديم هدية تذكارية لسمو رعاه الله بهذه المناسبة.